حتى الساعه ليس هناك تحديد لاي موعد لجلسه لانتخاب رئيس، وحتى الساعه لا احد يمكنه التنبؤ بموعد انتخاب رئيس في لبنان. حتى الساعه نحن لازلنا امام طبخه غير ناضجه بانتخاب رئيس. نتمنى ان يكون الموعد بالامس وليس غدا، ولكن الوقائع بتقول انه كل هذا الكلام هو محاوله ضغط من فريق على فريق اخر للاستعجال للوصول لنتيجه. ممكن تفيد وممكن ما تفيد. انا ما بعتقد انه في حدا لليوم عنده قدره يقول المهله الزمنيه لانتخاب رئيس، الا اذا كان يتنبأ او لديه بعض المستشارين اللي معهم بلوره مثل ايام زمان بيقرا له بالبلوره وبيعرف شو عم بيصير. طيب اليوم لما بنقول الجميع يعلم انه ما عندنا طرف الوقت، وانه كل ساعه عم بتروح من عمرنا عم بتاخذ البلد الى مزيد من الانهيارات على كل الصعد، يعني السياسيه والاجتماعيه والاقتصاديه والماليه وعلى المواطنين، يعني ما عندنا طرف الوقت. بنسمع كلام، قلنا فتره عم نسمع كلام انه اصبحتم كمعارضه وقوات لبنانيه بلس التيار الوطني الحر اصبحتم قاب قوسين من الاتفاق على اسم تنزلوا فيه الى مجلس، اسم او اسمين يعني تنزلوا فيهم الى مجلس النواب وتصير هالعمليه الديمقراطيه بمجلس النواب الى حيث تاخذها ياخذها الواقع وتاخذها الرياح. جدي هيدا الموضوع عن جد صرتوا كثير قريبين انه بهاليومين ثلاثه نقدر تطلعوا باسم واحد او اسمين او ثلاثه تنزلوا فيهم على الجلسه؟ أنا في أكد لك أنه التواصل لم ينقطع مع الجميع، وأنه هناك قنوات تواصل مستمرة بشكل يومي أو إذا بدك على مدار ساعات اليوم دائما مع الجميع، مع قوات التغيير، مع المستقلين، مع شخصيات بمجلس النواب، مع القوات، مع الكتائب، مع الجميع. وفي أكد لك أنه أصبحت الأمور تقريبا محصورة باسمين أو ثلاثة فقط. الكل عم يحكي بهذا الباكيج، هل يقدم كثلاث أسماء للفريق الآخر ليختار منهم أو يقدم اسم واحد أو ننتظر تعيين الجلسة وتنزل كل القوى باسم واحد وتصوت. من هو الاسم الأوفر حظا؟ هل ما زالت أسهم جهاد أزعور هي الأعلى بين الأسماء المطروحة؟ بفضل أني أقول لك أنه في ثلاث أسماء لازالت هي محصورة النقاش فيها، ولكن تقريبا صرنا منتهيين بانه فقط هودي هن الاسماء اللي ممكن الكل يوافق عليهم ونقدر نمشي فيهم. نعم. يعني اليوم نحن ما بدنا نروح باي اسم لنحرقه او لنعمل عليه هجوم اعلامي، بدنا نروح لاسم لنقدر نوصله، خاصه نحن كتيار ما عندنا صراحه هدف او غايه لحرق الاسماء، وبالعكس نحن ندعم الأسماء اللي عم يطرحوها الآخرين إذا كانت بنشوفها قادرة توصل الغاية اللي نحن مقتنعين فيها. أنا باعتقادي أنه على الجميع أن يرى أنه التيار الوطني الحر من فترة طويلة حتى اليوم تقريبا كل شيء كان عم يدعي له بالآخر عم تاخد شوية وقت عم يرجع يوصل له. فخلينا نروح بهذا الاتجاه. نحن من أول يوم لانتخابات الرئيس كنا عم نحكي بموضوع الحوار، بموضوع التلاقي، بموضوع الرئيس الذي يمكنه اعطاء ضمانة للداخل ومحاورة الخارج. عم نرجع نوصل لو مؤخرين بعد 6 أو 7 شهور، ما نتأخر أكثر من هيك، نقتنع بأنه نحن غايتنا هي المصلحة العامة وليس المصلحة الخاصة. نعم. وأنه مش كثير بلبنان اللي عم بيكون عنده الرؤية واضحة أو عم يقدروا يصيبوا الأهداف، فخلينا اللي بيصيب هدف نروح نتمسك فيه، يعني أحسن ما نضلنا نخبص بالوحل.